الكل الآن يعني ينظر إلى محافظة الأنبار يعني نظرة يراد لها بعدم الاستقرار. يعني الكل يعني من ما يريد الاستقرار؟ يعني ليش ما يريد الاستقرار؟ يعني والله أنا أستغرب حقيقة يا أخي، محافظة منكوبة، محافظة كان يسيطر عليها داعش، محافظة كان يسيطر عليها تنظيم القاعدة سابقا، محافظة كانت يعني محافظة وضعها حساس جدا، الآن المحافظة آمنة مستقرة، دا تعمر دا تبني، خلوها تتجه بالاتجاه الصحيح وأقلم أظافر كل فاسد وكل واحد يمد إيده على الأموال العامة. أما خلق فوضى أو خلق أن الأنبار يعني لم تسير بالاتجاه الصحيح، هذه سابقة خطيرة. دعوا الناس تعمل، دعوا الدوائر تعمل، دعوا الشخصيات في محافظة الأنبار تعمل. مثلا مدير بلدية محافظة الأنبار مثلا، الرجل ده يعمل بشكل كبير وبشكل واضح، غير طرق واجبة بس راقي جدا. احنا ما نقول لك جاب من جهة، بس هذا نقول له بارك الله بك على هذا العمل. لماذا؟ لأن البلد كله يا أخي أستاذ علي، البلد كله لم يشهد إعمار، يعني نسبة من 20 سنة العراق يراوح بمكانه. خلينا نرجع لموضوع المال والصراع في محافظة الأنبار. شنو تعليقك وقراءتك لحملة تنقل المرشحين والرأي الذي كان يتحدث بهذه الطريقة، أنه يعبر عن عدم وجود حالة من الثبات ونوع من القيم لدى ذلك الذي يتنقل بين القوائم؟ يعني حقيقة الذي انتمى لحزب أو ذهب لترشيح مع جهة ثم انتقل إلى جهة أخرى، هذا برأيه الشخصي، يعني تصرف فردي لا يعنينا هذا الشيء حقيقة. وأغلب المرشحين يعني ذهبوا لجهة ومن ثم عادوا لجهة، هذا تصرف فردي وحسب القناعات التي يملكها كل مرشح. ولكن حقيقة نحن شاهدنا، أتكلم بكل صراحة، أن شخصيات كانت يعني ذو ألسنة حادة حقيقة على حزب معين فجأة انتقلت إلى جهة معينة، يعني من أقصى الشمال إلى أقصى اليمين. طبعا هذا يعني يولد لدينا فد أفكار معينة، يعني يتساءل الكثير حقيقة. نتكلم بكل المشكلة بمن اشترى لو